كام واحد سمع عن اسفل شاب وتعلم من اسفل خمس سنين طب لمين في الراب المصري بتاعها مين في الحفله قال تتحرك ترفع ايدك تتبطط وانا كل يوم بسمع ميت بان بس عمري ما عن اسفل هتخبط بفرض كلا ومات حاتم ابراهيم وجاد طوبه طوبه نبدا الهيب هوب خطوه خطوه واحنا معاك بس اعرف اننا كلنا بنكمل بعضنا كل اللي هيطلع بعدنا هيقولوا اسفل ده اصلنا يلا سمعنا عن اسفل كلامهم لسه معلم مؤثر فينا هم في ايدينا مع بعض احنا لو علينا حفرنا في التاريخ اسامينا قوه اغانينا الراب المصري ترفع بينا عمره في يوم مسكين ولا فاكر علينا مش هيكون له مكان وسطينا لان كل حبنا حبيناه فصار متاعنا متاعه من كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه في النهايه كل واحد في الدنيا بياخد نصيبه ونابه خد نصيحه من كلا اي حاقد لابد انك تنابه موجودين على الارض ساكتين بدانا من سنين وين معانا لو ما سمعتش يبقى مش من حقك تسمع راب المصري بفضل مع القدام ايوه بقولها بكل فخر اشتغلت مع اربعة دلوقتي بقوم اتنين كنا مع بعض في دبي من حوالي سنتين شفنا ايام صعبة وشفنا ايام جميلة مع بعض رفعنا على مصر مش حاجة مستحيلة رجعنا كسبانين من قلوبنا مبسوطين استعدوا للقنبلة بفضل اسفلت مين بجانب مجهودي مجهودي وبصف في صوتي اللي ودي المسامع المصري فن الراب اللي جمعنا من بدري اسفلت كده بفضل مجدي فانا كده بجري بين اخواتي واهلي على مزيكة الراب اللي مين يزيلوا بنا بيها تحدي ثابت احترام في قلبي اللي بيتكلم عن البطالة واللي بيتكلم عن القهاوي واللي ضمير قلمه المهمة كامه ده الاسفلتاوي فكنت انت زي الناوي تحول اللي جوا منك غلاوي يعني بلا تردد تبقى انت رد فعل كل مصراوي لسه موجودين على الارض ثابتين بدأنا من سنين وين معانا ركبنا علينا سكتنا انتي يا دنيا اللي خليتينا نقول يا ريتنا كان يا تلفزيون يشوف اصل وصوره لحياتنا وسواء كان انسان تايه او جاله قال له فكر شاف شباب على القهاوي وانا خلاص ناويت هتغير سيناريو وحوار اتسال كم واحد سمع عن اسفل كتيره بتسال مين هو اجمد فريق اسفلت مع الزيرو حط بين قوسين شيرين ناس كتير سالوني ليه وش معنى اسفل من ساعه ما بدات لحد دلوقتي ما غلطتش في حد فهمت افهمك قصدي احنا من الناس اللي حطوا حجر الاساس جوه الراب المصري ولسه موجودين مهما طالت السنين ايوه جاد وابراهيم لينا معجبين دلوقتي ببدي امجادي بكره احكي لاولادي بعده هيقولوا احفادي جدي كان في اسفلت